يأخذون من الشارع ليلا فقط مكانا للنوم لأنهم بدون منازل وبدون سقف يأويهم. أسعد باستضافة الشاب بن شنينة إبراهيم من جمعية قوافل الخير ونناقش موضوع شتاء دافئ. إذا صباح الخير إبراهيم. صباح الخير، مرحبا بك، أشكر قناة نيوز على الاستضافة الكريمة. شكرا. من اللكنه ديالك يعني جيتنا من مستغانم، انت حنا تاني نرحبوا بك، مرحبا بك في العاصمه، تحياتنا لاهلنا في مستغانم. اذا جمعيه قوافل الخير احكي لنا عليها يعني ونشاطكم. بون، الجمعيه حديثه التكوين في ولايه مستغانم، يعني انه كان هناك عناصر كنا ناشطين انه نديروا ديزاكتيفيتي، خطره نديروا القفه، خطره بصح ما كناش مأطرين بجمعيه، يعني كنا نشتغلوا بينيفولا يعني بينيفول، جروب دي بينيفول. ابري قلنا علاش ما نديروش هذه الجمعيه ونخدموا باطار قانوني جيد باش تكون عندنا فعاليه وتكون عندنا يكون عندنا تخصص فيزيون فيزيون للمستقبل. باسكو كنا نشوفوا كل عام نديروا القفه، كل عام نديروا القفه، بصح ما جبتناش نتيجه هذه القفه. باسكو علاش؟ باسكو عائلات الايتام والارامل ما خصهمش غير هذه القفه، خصهم بزاف صوالح، خصهم مسكن، خصهم هذوك الايتام، خصهم يقراوا، خصهم يتعلموا في ظروف جيده. الاكل ساهل كما قلت، لكن ربما كاين هناك ضروريات اخرى. نعم، سيتو التعليم، باسكو احنا باش الانسان ينمو في الظروف في التعليم جيد وحاجه مليحه، اسكو خصه دراهم، خصه مدخول شهري. انه خممنا علاش ما نكريولهمش دي ستارت اب يكونوا هما يسيروهم ارواحهم. باغ اكزومبل كيما المراه الماكيته في البيت ولا الارمله، انها علاش ما تكونش تدير الصناعات التقليديه ونشوفوا لها، وهي تدخل مصروفها، هي تدخل يعني مصروفها بجيبها، ومن بعد نخلوها احنا نعطوا لها الدعم، لو بوس لو بروميي با، ونخلوها هي تمشي كيما الطفل الصغير، يبدا غير بشويه الخطوه الاولى الخطوه الثانيه، بعد هو حتى يبدا يمشي لروحه. هذا هو المشروع الاساسي تاع الجمعيه قوافل الخير. جيد. يعني ولقيتوا سهولات انكم لقيتوا هذه الجمعيه اللي تاثركم وهذا في الجمعيه كان عندنا استاذ هو اللي مربينا من الصغر، يعني كان يحفظنا القران في المسجد، كان يعلمنا على الخير، كان يدينا نشوفوا كيفاش يخدموا في شهر رمضان على مستوى الاطعام، كنا نعاونوهم، كنا نخدموا دي سيرفر ويجيبوا نسا يطيبوا، كنا نديروا هذه الصوالح، كنا نروحوا للمراكز التجاريه مثل سونت كوميرسيال اونو، كنا نريكوبيرو السلعه على الناس نشرحوا لهم، كنا صغار كيشور كانت عندنا هذيك الرغبه، تربات فينا هذيك الرغبه. بعد من كبرنا ديسيدا هما باش قالوا لنا علاش ما ديروش جمعيه وتخدموا فيها كوتي في الكوتي تاع البينيفولا. جيد. الوغ ديسيدينا باش نديروا هذه سميناها قوافل الخير. قوافل الخير، وربما مع فصل الشتاء هذا هو الهدف الاساسي، لانه معروف انه فصل الشتاء ايضا الكثير من الاشخاص هم دون ماوى، ليس بالامر السهل، تشوفهم قلبك يتقطع، فكيفاش ايضا انطلقتوا في هذا المشروع؟ في حمله الشتاء الدافئ، هي حمله من طلبه جامعيين. في الاصل ما كانتش رايحه انه الطلبه يوزعوا البسه واغطيه على اي الناس، لا بالعكس، كانت موجهه لنوتر كاتيغوري اللي هي المرضى في المستشفيات، كانوا باين يديروا لهم دي كادو على شكل اطعمه، حاجه سخونه كانوا بيمدوها لهم. بعد من شافوا في هذا الامر قال لك نخافوا من التسمم وهذه الصوالح، قال لك علاش ما نقدموا لهمش البسه. بعد رحنا شفنا درنا دي فيزيت، صبنا هذوك المرضى قلال، قال لك وصبنا احنا عندنا الجيزمون تاع الالبسه كاين بزاف، البسه كانت عندنا بزاف، غير ما بين احنا صحابنا في الديار كان عندنا قش، سي بون كبرنا على صغار علينا قدام، كاين اللي كيشور لي جون احنا عندنا يبغوا يجدوا كل خطره يجدوا نوفيل كوليكسيون ايتو، تسمى هذاك القش كيشو كان محطوط في الخزانه، احنا ريكوبيريناه مع بعضنا وشفنا لوكال واحد الانسان متطوع طانا لوكال تاعهم، قالنا هذا الكراج تاعنا راه غير خاوي حطوا فيه صوالح. ايا قلنا علاش ما نقسمهمش على الناس اللي ساكنين في الدواوير، باسكو مستغاني معروفه بالدواوير تاعها، جايه فيل فيها 34 بلديه، وفي كل بلديه عندها دواوير على برا، الناس ساكنه في الدشره في الجبوله واكيد محتاجين، اكيد محتاجين. الو في البدايه تاع العام الاول الناس تفارضت ما بيناتها، ما رحنا شفنا اللي محسنين، شفنا ما بيناتنا شافوا لي فامي تاعهم الاقارب الاهل ولايموا عليهم القش وكوتيزاو ما بيناتهم، شراو دي باني اون كارتون،
ايوه طبعوا فيهم لوغو تاع الشتاء الدافئ اللي هو الموجود على القميص. ايوه ولاو يقسموا لحقوا النومبر 500 عائله في العام الاول. ما شاء الله. العام الثاني ديسيدوا باش يديروا حمله اعلاميه للحمله. كو قالوا علاش ما نسيبلوش كيما حنا رانا دي ستوديون كاينين الناس تفهم كيما حنا ايتو، قال لك علاش ما نسيبلوهمش، علاش ما ندخلوهمش في العمل تاعنا ونجبدوهم لينا، خير ملي يروحوا يديروا حاجه واخرى، حاجه يقعدوا قاعدين، باسكو كنا نشوفوا من دخلوا الجامعه نصيبوا الناس قاعده هكذاك دايره دي كيتمان قاعده يهضروا في الصوالح في يهضروا في نابورت كوا، قلنا علاش ما ناتيلهمش هذا الجانب الخيري. الو كو ديسيدينا نديروا دي ستون دانيماسيون في كاع الجامعات، في كاع الجامعات تاع ولايات مستغرب، لي فاكولتي بليتو. الو كو رحنا شفنا لي زوتوريزاسيون الحمد لله سهلونا فيهم. كان المير معاونا ثاني، كان يعطينا الساحه تاع البلديه باش نهضروا مع الشعب. فهذه في الطبعه الثانيه. في الطبعه الثالثه جات لي دي جديده، بليتو في الطبعه الثانيه ثاني باش ندعموا ثاني المصروف الدخل تاع الحمله، قمنا درنا دي سبيكتاكل. جبنا فيه دي كوميديان هضرنا معاهم، دي كوميديان كانوا بينيفول. شفنا اون بواط دو كوميونيكاسيون، هذه لا بواط كل العفسه تاعها هي تاورغانيزي، بصح هي عطاتنا لو كاشي تاعها باسكو ما تقدش تاورغانيزي ان ايفينمون بلا اون بواط دو كوميونيكاسيون. في القوانين الجزائريه كيما هكا تقول لك باش تدخل الدراهم. الوغ احنا شفنا هذا احنا كنا دي زورغانيزاتور، تعلمنا لورغانيزاسيون من العام الخيري، تعلمنا حاجه تاع خدمه. حاجه تاع اللي تسترزق بها في التيران. ايوا رحنا للتيران شفنا لورغانيزاسيون كيفاش تمشي. هذوك لي سبيكتاكل كنا صار ريما تاعنا في مستغانم تلفت 700 مقعد، كنا لي تيكي نبيعوهم في سمانه، كنا كل واحد فينا يدي 50 تيكي، 50 تيكي خاصنا يدبر راسه يبيعو يدبر راسك. كان الثمن التذكره 200 دينار جزائري 20000. ايا الوغ دخلنا هذوك الدراهم دخلنا الصوم لاباس بها. هذيك لاصوم شريناها بها دي كوات جدد كومونديناهم من لاتولي من تلمسان، جاتنا واحد 600 كوات. بدينا نقسموا فيهم مع هذوك لي كوات اللي كانوا يمدوهم منا وكاع لحقنا 800 كوات. قسمناهم على دي فامي خرجنا الدواوير لحقنا 1024 عائله بمعدل يقارب اربعه اشخاص في العائله الوحده. كاينه اللي عائله تفوت اربع اشخاص وكاينه اللي تهود، بصح لا موان لحقنا اربع اشخاص بما يقارب 4000 شخص. وكنا درنا لهم دي ساشي سبيسيال باش هذوك الناس اللي نقسموا لهم ما يحسوش باللي رانا غير نعطوا لهم هكذاك كشور. هذاك القش تريناه وطبقناه وحددناه. الحمد لله المحسنين عاونونا عطاونا دي لوكال تاعهم كبير باش ننقوا القش. سقمناه ودرنا في دي ساشي شابين كومونديناهم هنا من الجي والناس عاونتنا تانيك. من بعد درنا لهم لا ليفريزون. ابري في لا تروازيام اني قلنا علاش ما نديرو صوالح جدد، علاش ما نقعدو غير في لي سبيكتاكل. يعني جمعيه الابداع والابتكار كل سنه جديد. او ميم طون حنا ثاني فوندينا اون اسوسياسيون سميناها ابتكار. شفت اسوسياسيون سونتيفيك. رائع. نعم قلنا حنا دي زيتيديون خصنا نخدموا على لي دو كوتي، ما نقعدوش غير في الجانب الخيري باسكو الجانب العلمي ثاني خصنا نعاونو به. امبورتون صح. باسكو كاين هادو الايتام علاش ما حناش ما نكونوش نعلموهم روبوتي، علاش ما نعلموهمش ديزاين، باسكو هادو صوالح سي تخي اسونسيال، سي تخي اسونسيال، باسكو كي تروح تشوف لي بي ديفلوبي تصيبها عندها سيزون سي دي كونيسونس اللي بازيك، خصهم يكونوا بازيك. مشيت انا مانيش نشوف مانيش نهضر في المنظومه التربويه، بصح خاصها تتعاود باسكو رانا في العصر التكنولوجيا ماناش كيما بكري لوحه او طبشور، خاص تتكرر. المهم نرجعوا للموضوع تاعنا حمله الشتاء الدافئ. كو العام اللي فات كو شادرنا كنا نسيبلو الاطفال، نسيبلو الكبار بالاطفال، شادرنا جبنا لي ماسكوت اقنعه هذوك تاع طوم وجيري تاع ماريو ولبسناهم قعدنا في السونتر فيل عند واحد الساحه تاع لاميري تما ودرنا ستون تاعنا وانا قاعدين. من جوج دراري نقعدوا نريشوا لهم نضحكوا معاهم، يجوا لعندنا الدراري يلحقوهم دي بارون تاعهم واش كانوا يديروا يتصوروا معنا بالتليفون تاعهم. بين يتصوروا معنا لي بارون تاعهم يسقسونا شاكم دايرين هنا شاكم دير. سقينا التجاوب تاعهم الناس ولات كوتيزي. وحنا هذيك الضربه ما كناش نفيزو دراهم، كنا نفيزو القش. بصح القش لاكاليتي كيشرب بغيناهم يزيدونا في لاكاليتي باسكو العام اللي قبل كانت كاينه كاليتي كشور كاليتي موفيز كشور ناقصه. ماشي تاع اللي زعما تمدها وانت فرحان كشور تمدها وانت ماذا بيك تمد حاجه شابه جديده. الوغ شفنا هذه التجربه نجحت. مي كانت كاينه عفسه اخرى كاينين من لي مونب تاعنا كانوا يجوا عني بيرسونالمون كانوا يقولوا لي فوالا ابراهيم قزعونا
فوالا كدا كيفاش دارونا. قلنا لهم معليش، قال لك مين يقزعك معليش، تبتسم له في وجهه باسكو هذاك هذه حاجه تاع خير، ما راكش تأوبليجي عليه باش يمدلك باش يعطيك قشع، ما ماكش تأوبليجي عليه. سي بوغ سا درنا هذا ليموجي هذا العام ديسيديت، باش قلت لهم عرضت عليهم الفكره، قال لك واه نديروه هذا ليموجي. واش يعني كو هو انت تهضر معاه بصح بكل بالابتسامه العريضه الداخليه والخارجيه. الوغ كو شفنا هذه اليد وعجبتهم وطبقناها هذا العام. وهذا العام اللي هي الطبعه الرابعه واش ديسيدينا نديرو، شفنا دي سبونسور مع قال لك الازمه الاقتصاديه في الجزائر، وقال لك رانا في وضع محرج ومنا وكذا، بداو يصيبونا في الاسباب. قلنا صح معليش نورمال، شوفوا دي دوتر ميثود. لا ميثود اللي شفناها قلنا علاش ما نديروش دي فورماسيون والمدخل تاعهم يكون الحمله شي تاع دافع، لي فورماسيون يستنفعوا بهم الناس ويدوا بهم الاجر، والمدخل يكون الحمله شي تاع دافع. الوغ شفنا دي سبونسور هما لي زوتيل، باسكو لوتيل ما يبغيش يعطيك دراهم، يعطيك ان سيرفيس. قلنا لهم صح داكور، عطونا لي صال تاعكم. بديناها بالاوتيل ازيت، رحنا عنده تفاهمنا معاهم، عطيناهم لي ليو، عطيناهم لي بروغرام تاع لا فورماسيون، وشفنا دي فورماسيون اللي طايحين في الكوتي اومان. باسكو بيرسونيلمون انا مريض، كنت كانوا يصراو لي دي كريز برا، الناس من تشوفني طايح تهرب تبعد، باسكو ما يعرفوش مالا واش صرا واش مالا لي جيست دو سيكوريز ميتو. الوغ كو تم ديسيديت انا بيرسونيلمون بروبوزيت هذه ليدي، قلت لهم جماعه نديرو سيكوريز باسكو حاجه اسونسيال يسحقوها كاع الناس. صح. هيا درنا هادو لونسينا لا فورماسيون، لونسينا لي انسكريبسيون، صرنا اقبال تاع الناس كبير. ودرنا لا فورماسيون الاولى وكانت ناجحه، كان لو بري تاعها 2500 دينار بوندون دو جور، وداو منها ان ديبلوم. ديبلوم اغري من عند اون بواد دو كومونيكاسيون، سيتادير اغري من عند ليطا. وكان الناس عجبتهم ليدي وزادوا دوموندا، ولاو دوموندا ولاو يبعثوا لنا في صفحه الفيسبوك والانستغرام، ولاو يبعثوا لنا يقولوا لنا وين تتعاودوا لا فورماسيون تاع السكوريزم. وان شاء الله لا فورماسيون غادي تتعاود هذا الويكاند، خميس الجمعه والسبت. جيد، يعني كما يقول لك ماشي الافكار اللي تخص، ربما الامكانيات، يعني راكم كل مبادره تقوموا فيها تقوموا بها تلقاو اقبال كبير وصدى وتشوفوا ثمارها على الناس. يعني الناس من تقول لها حاجه تاع خير تجي معاك، تمشي معاك. صح. سيتو لي الطلبه لي ستوديو عندهم حماس كبير لهذا الجانب. في البدايه كنا 10، بعد ولينا 60، بعد ولينا 40، بعد هذا العام ولينا ولاو الناس تعيط، يقول لك اللي عندها ترونسبور يعيط لك، يقول لك ولاو مدابزين علينا، يقول لك انني باغي ندير الخير، علاش ماكش باغيين ندير الخير؟ بصح حنا الله غالب كي ما نبغوش نكثروا على الناس، باسكو الناس تعيا وتمل، يقول لك نبغوا كيشور هذا باريزوم هذا ترونسبور نخدموا به السبت، هذا نخدموا به الجمعه، هذا كيشور نقسموا نديروا ان بلانينغ. سي بور سا كيشور الناس كيشور ولات تزعف منا، تزعف يقول لك لا راني باغي انا نخدم كل يوم الخير كل يوم الخير. حنا نراعوا الامور تاعهم، كنا نحسوا بهم، سيتو الطلبه كانوا يخرجوا من الكوتيدي ويجوا يعاونونا، يبنوا ستوند، يروحوا يديروا لانيماسيون، كانوا يدخلوا يطبطبوا على لي كلاس تيدي على لي بروف، لي بروف تاني زعما ربي يجازيهم كانوا يخلونا ندخلوا ندخلوا المحاضرات، نهضروا مع الطلبه، نوعوهم على الشيء اللي رانا نديروا فيه. الطلبه الحمد لله كانوا زعما التجاوب تاعهم كان 100%. جيد. كانوا يعيطون لنا يقولوا وصلوا حتى جابوا لنا قش جديد، ولاو يشروا دراهم ولاو يكوتيزوا ما بين بعضهم، يجيبوا لنا دي كوات، دي تيشيرت، دي سيرفات، سراويل، دي فيست. الحمد لله يعني الامور ماشيه. شحال انتم اعضاء في الجمعيه؟ في بو لو مومون رانا 24. 24 حمله الشتاء الدافع. 24 اورغانيزاتور. اذا بنشنين ابراهيم، ربما كلمه اخيره ولا نداء ربما تقدر توجهه للسلطات المحليه عندكم في مستغانم، او ايضا مؤسسات ربما الخاصه من اجل مساعدتكم ومرافقتكم في هذا النشاط. يعني نوجه النداء لكامل المحسنين وكامل المواطنين انه يتجاوبوا مع هذه الحمله، مام سي ما كانتش اورغانيزي، انت عندك قش في دارك نقيه طبقه دير لها ان بارفان وديه دي فامي باسكو راهم كاينين هذو الناس. مام سي ما صدتش اسوسياسيون ما صدتش حاجه كيما هكذاك، دير هذه المبادره خليها تبدا من عندك انت. ما تخليهاش ما تقعدش تقول انا ما صبتش هذه هذه الجمعيه الوغ ما مات ولا نروح نقطعه ولا معليش، طبقه غسله حده وديه لهم بكل
جيد. بكل ابتسامة. جيد بكل ابتسامة، وهذا هو أساس ربما العمل الخيري، والابتسامة هي أيضا صدقة. صدقة، الابتسامة في وجه أخيك صدقة. فعلا، فنتمنى أنه كل هذه المجهودات تزيد تلقى صدى وتلقى دعم من طرف السلطات.